مشهد كرة من جديد. رياضان نوالي 1-2 مع السعيدي. مشهد كرة رياضان نوالي من الجهة اليسرى، كرة مرفوعة ممتازة جدا، التغطية من الدفاع الجنبي المنتخب الوطني المغربي. رياضان نوالي لاعب كرة القدم اللي ترعرع في أكاديمية محمد السادس ولعب الفريق الفتح لمدة 5 سنوات، ولعب لي جميع كاتيجوري ديال المنتخب الوطني اللي كان ديك الساعة حسن بن عبيشة وعبد الله الإدريسي. ودابا انتهت العام اللي فات، انتهت العقد ديالي مع فريق الفتح، وكانت واحد التجربة قصيرة في كوكب مراكشي. دابا أنا يا ليبر وفي انتظار فريق جديد ان شاء الله. بدر بنون عنده الكرة من شمال للرضا النوالي، يلعب برجل اليسرى، يقدم مباراة محترمة من حدود الساعة ربع ساعة. لاعب ممتاز جدا. في الأكاديمية محمد السادس كان الالتحاق ديالي، كنا في ليكيب ناسيونال. هذيك الساعة كنت أنا في الفتح الرباطي، كنت في المنتخب ولعبنا لي ماتش اميكال ضد فريق ضد اكاديمية محمد السادس، وتمت المنادات ديالي من السي مدير تقني السي ناصر لارقيط. كتستافد في اكاديمية محمد السادس بزاف، لا فورماسيون والمؤطرين، لا طوما بريباراتور فيزيك ولا باسكال تيو مدرب ديالنا. وكتستافد القرايه، كتبقى تما الدراسه ديالك كتقرا وكدير جوج حصص ديال لونطريمو، حصه في الصباح وحصه في العشيه، وكتاكل تغذيه متوازنه، كتلقى واحد الظروف واحد المواصفات احترافيه بالنسبه للاعب. مشروع لاعب كبير مستقبلا لمن مشى الكره. رضا النوالي، رضا النوالي، رضا النوالي، رضا النوالي، رضا النوالي يبحث عن اللاعب الهدف، يبحث عن القناة. الكرة عاصرة الوطنية، الكرة تمرر للجهة اليمنى، مكان تسلل كانوا معايا كثير ديال اللاعبين، منهم ادم النفاتي، مهدي مفضل، يوسف السعيدي، ولائحه طويله. موراهم جامين ديال الناصيري، لاعبين كثيرين. بطبيعه الحال الاكاديمية خرجت بزاف اللاعبين اللي دابا التحقوا بفرق كبيره من خارج المغرب وداخل المغرب. الألقاب اللي فزت معاهم في المنتخب الوطني منها كوب داراب في 2012، ومورها لعبنا ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تركيا وفزنا باللقب، وكانت واحد تجربة متميزة اللي استفدنا منها بزاف. وكنشكر السي حسن بن عبيشة اللي كان اللي عطاني الفرصة ديالي، وإن شاء الله نقول الفرصة ديالي في القادم العاجل. دابا انتهى العقد ديالي مع الكوكب المراكشي، ودابا كنسمع دابا كاين اتصالات من فرق، ودابا كنفكر بشويه بشويه ان شاء الله اللي فيها الخير اللي داير. دابا توقف غادي نريح واحد 10 ايام ان شاء الله نرتاح، وديك الساعه نبدا البريباراسيون ديالي ان شاء الله باش نوجد الموسم المقبل ان شاء الله. للمنتخب الوطني المغربي الهدف الثاني، هذا المرة عن طريق
رضا النوالي. رضا النوالي لاعب اكاديمي محمد السادس. طريقه جميله كان نفذ النوالي ضربه الجزاء. المنتخب المغربي دابا 20 سنه ما شفناش في كاس العالم، وكنتفائلوا ان شاء الله غيكون الخير ان شاء الله، ولاعبين صغار في المستوى وكيطمحوا ان شاء الله باش يكونوا مزيانين باش يمشيوا لفرق كبار ان شاء الله. التوقع ديالي ان شاء الله هو المهم يدوز الدور الاول ان شاء الله، وان شاء الله يكون الخير. اللي دازوا الدور الاول غيكونوا بزاف ديال المفاجآت ان شاء الله. وكنشكر الوالده ديالي اللي مسانداني من منذ الصغار ديالي، الحمد لله ربتني احسن تربيه، وكانت كتساندني من الصغار، والحمد لله وخرجوا عليها شي شويه من داكشي اللي. وكنشكر المدام ديالي والابنه ديالي الصغيره نور اسلام، الله يخليها ليها.